بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ المصنف يتكلم بعد ذلك عن الصداق، وهنا فائدة في الفرق بين الروايتين في الصداق. فالمشهور أن الصداق واجب في النكاح، والرواية الثانية أن الصداق ركن فيه، ويترتب عليه ما سبق ذكره، مسألة نفي الصداق وسأشير لها بعد قليل. ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. أول مسألة يجب أن نعلمها، وهو أن الصداق كلما خفف كلما كان خيرا. أولا، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن المبالغة في مهور النساء. والأمر الثاني، لأن فيه بركة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركن أيسركن مؤنة. وقد ذكر العلماء كما نقل البعلي في الاختيارات عن الشيخ تقي الدين أن من ظن أن موليته بنته أو أخته أكرم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته فغالى بمهرها أكثر من مهرهن ظنا أنه أكرم منهن فهو على ضلال. واسمع حديث عائشة الذي قرأه القارئ قبل قليل وأورده المصنف في مقدار مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. قالت عائشة لما سئلت كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من النش؟ قلت: لا. أي الراوي. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. مر معنا في الدرس قبل الأمس أن الدرهم يعادل 5.97%. إذن 500 درهم على سبيل التقريب تعادل كم؟ 1500 جرام فضة، والجرام بسعر هذه الأيام يعادل كم؟ ريالان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته: وهن أكرم من تزوجنا، ولبناته ما زاد في مهرهن عن 1500 ريال، أليس كذلك؟ ولا 3000؟ 3000 ريال، ما زاد عن 3000 ريال. من ظن أن بنته أكرم من زوجات النبي فقد ظلم نفسه. نعم، قد يكون العادة والعرف هذا أمر آخر، لكن لا تظن هذا الظن. ثم إن هذه نحلة، سماها الله نحلة ليست عوضا فيزاد للمرأة لكرمها وجمالها، وإنما هي نحلة، هي هبة وعطية، فليست معاوضة محضة، وإنما سماها الله نحلة. ولذلك نوهي عن المبالغة في مهور النساء. وأصدق ما قيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركن أيسركن مؤنة. فمن بركة ويمن المرأة على زوجها أن يكون مؤنة نكاحه إياها سهلة ميسورة. نعم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. قال: وأعتق صفية رضي الله عنها، وكانت مملوكة له صلى الله عليه وسلم، وجعل عتقها صداقها. الفقهاء يشترطون أن يتلفظ فيقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. وبعضهم يلزم أن يقدم النكاح، ولكن هذه المسألة مما يجوز فيه التقديم والتأخير، لأن فيها مسألة دور أشار إليها، فإنه لا يصح زواج الأمة قبل عتقها، ولا يصح أن يكون المهر متقدما على النكاح تملكه، ولكن نقول لما كان الأمر متصاحبا فيجوز لك أن تقدم هذه على تلك. نعم. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. نعم، قوله التمس ولو خاتما، لو هنا بمعنى التقليل، فإن لو تأتي للتقليل وقد تأتي للتكثير، هنا جاءت للتقليل، أي أقل ما يكون مهرا هو خاتم الحديد. وخاتم الحديد مقصود به الحلق، حلقة الحديد، لا الخاتم الذي يلبس. وحلقة الحديد من أرخص ما يكون، فإن حلقة الحديد ترمى في الشوارع وقد لا يلتفت لها أحد،
فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد. فيجب ألا يخلى عقد النكاح من عوض، إما وجوبا أو هو ركن في عقد النكاح. وقوله ولو خاتم من حديد لا يدل على جواز لبس خاتم الحديد، لأن خاتم الحديد حلية أهل النار، فيحرم لبس خاتم الحديد على الرجل والمرأة، وإنما المراد بالخاتم هنا الحلقة مطلقا وليس الخاتم الذي يلبس. من شرط هذا المهر يقول العلماء يجب أن يكون المهر متمولا، بمعنى أن له قيمة، وما ليس له قيمة فلا يصح أن يكون مهرا، وسيأتي في كلام المصنف. وزاد الخرقي أنه يكون متنصفا وليس بلازم. نعم. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقة. نعم، قال وكل ما صح ثمنا أي مما يصح أن يعاوض عليه، تارة يكون عينا كسيارة وأرض ونحوها، وتارة يكون نقدا كذهب وفضة وريالات وغيرها، وتارة يكون منفعة كأن يقوم ببناء دار الزوج أو أن يقوم برعي حلال، لكن من شرط الأمور الثلاث أن يكون معلوما. وأما ما لا يصح أن يكون ثمنا وأجرة فإنه لا يصح أن يكون مهرا. من أمثلة ذلك قالوا أعمال القرب، فلا يجوز أن يكون المهر من أعمال القرب. ومر معنا في باب الإجارة أن التعليم للقرآن لا يصح أخذ الأجرة عليه إلا عند الحاجة والضرورة، مثل الآن الحال فهذه حاجة، وبناء عليه فلا يصح أن يكون المهر تعليمها القرآن. وأما الحديث الذي ورد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن، فإن له أربعة توجيهات. الأمر الأول لم يأتي في الحديث ألا مهر بينهما، فإن حكمها حكم مفوضة الذي سيذكره المصنف بعد قليل، فإن الحديث ليس دليلا على أن القرآن هو المهر. ثانيا إن سلمنا ذلك فإن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكروا أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من غير مهر وأن يزوج من غير مهر. الأمر الثالث أننا نقول إن هذا من خصائص ذلك الرجل، فقد جاء عند ابن النجار كما نقله الموفق زيادة في الحديث وليس هذا لأحد غيرك. إذن لا يجوز جعل المنفعة من أعمال القرب، كما لا يجوز أن يكون المهر مصحفا، لأن المتحقق عند المحققين من أهل العلم وحكي إجماعا متقدما حكاه أحمد حينما قال لا أعلم في بيع المصحف رخصة، وهذا إجماع للصحابة، لما لم يجوز بيع المصحف فلا يصح أن يكون مهرا، لأن المصحف لا يباع ولا يشترى. كما لا يجوز أن يكون المهر محرما كخمر وخنزير، أو أن يكون نجسا كميتة ونحو ذلك. نعم. فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. نعم، هذه التي تسمى المفوضة أو المفوضة، اسم فاعل أو اسم مفعول. والمفوضة هي التي تزوجها زوجها من غير أن يسموا مهرا بينهم، سواء كان التفويض تفويض بضع أو تفويض مهر، والحكم فيهما سواء. والتفويض يقولون له صورتان، إما أن يسكتوا، أو نقول له ثلاث صور في التفويض. الصورة الأولى أن يسكتوا عن التسمية، فيقول زوجتك ويسكت فلا يسموا مهرا، إما يفوض الولي أو تفوض الزوجة. الحالة الثانية أن يذكروا مهرا فاسدا، فيقول زوجتك على علبة من الخمر أو على كذا وكذا من لحم خنزير، فنقول العقد صحيح والمسمى فاسد ويأخذ حكم المفوضة فلها مهر مثلها. الحالة الثالثة إذا نفيا المهر، فعلى المشهور أنه إذا قال الولي أو الزوجة قال الولي زوجتك بلا مهر، فعلى المشهور حكمها حكم مفوضة، فحينئذ يجب لها مهر المثل. وذكرت لكم قبل قليل أن الرواية الثانية أن العقد غير صحيح لأنه يكون في حكم الشغار. والمراد بمهر المثل مهر مثل نسائها من قراباتها اللاتي يشبهنها في صفاتها كالبكارة والثيوبة ونحو ذلك من الصفات التي لها أثر في المهر. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم، عندنا في وانتبه لهذه المسألة، فإن بعض أهل الأهواء قد يتعمد قلبها. المتعة عندنا نوعان: متعة عقد ومتعة عوض. متعة العقد محرمة، وهو نكاح المتعة، يتزوجها مؤقتا أو يتزوجها وينص على لفظ المتعة، أو يتزوجها ويعلق نكاحها. طبعا اختصرنا صور الست لكن ربما أشير لها مرة أخرى في الأسئلة. طيب، هذا عقد المتعة، نكاح باطل. هناك الثانية اللي هو المتعة بمعنى العوض، مال يبذله الزوج للمفارقة. الرجل إذا تزوج مرأة أعطاها مهرا، وإذا فارقها أعطاها متعة. هذه هي معنى قول الله عز وجل ومتعوهن. متعوهن أي أعطوهن العوض الذي يسمى المتعة. وقد كان الحسن بن علي إذا طلق امرأة أعطاها متعة، فأعطى امرأة متعة فجعلته في يدها، ثم قالت، ما هي كلمتها؟ قالت: متاع قليل من حبيب مفارق. الفائدة من المتعة أن المرأة إذا طلق زوجته تذكره بخير، فيكون آخر الأمر، فإن الأمور بأواخرها، فيكون آخر الأمر أن أعطاها مالا. هذه المتعة نقصد بها متعة الطلاق، ولا نقصد نكاح المتعة، نقصد متعة الطلاق. متعة الطلاق تارة تكون واجبة وتارة تكون مندوبة. متى تكون واجبة؟ انظر، قال: إذا طلقها قبل الدخول. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: إذا لم يسم لها مهرا بأن كانت مفوضة. إذا تزوج رجل امرأة ولم يسم لها مهرا وطلقها قبل الدخول، فإنه ليس لها نصف المهر لأنه لم يسمى لها شيء، وإنما يجب أن تعطى متعة. إذن عندك هنا قوله إن طلقها، زد في الكتاب، أي إن طلق المرأة المفوضة فلها قبل الدخول فلها المتعة، أي يجب أن تعطى المتعة. لكن المفوضة إن طلقها بعد الدخول فلها المسمى، إن كان مسمى أو لها مهر المثلي فلها مهر المثلي. طيب، يقول: فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني أن المرأة إذا المطلق هذا الزوج إذا كان موسرا أعطاها بقدرته حسب ما يسر الله عز وجل عليه، وأما المقتر وهو الفقير فإنه يعطيها بحسب ما يستطيعه. طيب، ما هو أعلاها؟ قالوا: أعلى المتعة، يعني أقل ما يجب على الموسع، قالوا: أن يعطيها خادم. وأدناها قالوا: كسوة. فالمقتر هذا الفقير إذا طلق امرأة قبل الدخول وكان لم يسمي لها مهرا بأن كانت مفوضة، يجب عليه أن يعطيها على أقل الحال كسوة، ما تصلح أن تصلي به وتخرج به. قال: لقوله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذا الشرط الأول وهو الدخول، أو تفرضوا لهن فريضة، وهذا الشرط الثاني وهو أن لم يسمى لها مهر بأن كانت مفوضة. ومتعوهن هنا على سبيل الوجوب، أي يجب عليكم أن تعطوهن متعة الطلاق، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال ابن عباس: أعلاها حيث وجبت، نقصد أعلاها خادم، وأدناها كسوة. متاعا بالمعروف، أي متاع طلاق، ومتاعا يبذله الزوج لزوجته بعد طلاقها حقا على المحسنين. قول الله حقا على المحسنين أي واجب، أي يجب على المحسنين والمؤمنين أن يبذله لأنه واجب. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. نعم، قوله ويتقرر الصداق كاملا، سواء كان الصداق مسمى أو غير مسمى وهو المفوضة. فإن كانت غير مسمى فإنها تعطى مهر مثلها بالموت، أي إذا مات الزوج أو الزوجة، أو الدخول، والمراد بالدخول الخلوة، ولا يسمى الفعل خلوة إلا إذا وجد شرطان: عدم المشارك وعدم الناظر، بأن يكون الرجل مع المرأة في مكان لا يشاركهم فيه ثالث،
وألا ينظر إليهم ثالث، فلو كانوا في مكان مفتوح لكن ينظر إليهم شخص فحينئذ ليست بخلوة. نعم. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. نعم، يقول إن الزوج إذا طلق الزوجة وقد سمى لها مهرا قبل الدخول فإنه يتنصف، أي يعطيها نصف مهرها، لأن الفرقة جاءت من جهته، كما لو طلقها هو أو أخل بشرط أوجبته عليه وهكذا. وأما إذا كان من جهتها كفسخ ونحوه فإنه ليس لها شيء. ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. نعم، قال ويسقط، أي ويسقط المهر قبل الدخول بفرقة من قبلها، أي بسبب من جهتها. ومن أمثلة ذلك قالوا ذكرنا إذا كان بطلبها، إذا كان فيه عيب. من أمثلة ذلك إذا كانت هي التي عتقت، إذا كانت هي التي عتقت، والفسوخات كثيرة جدا ليست واحدة، وقد أوصلها ابن القيم أظن في البدائع إلى أكثر أو نحو من 25 نوع، مثل الفسخ بالعنة أو العيوب، والفسخ بالإعسار بالنفقة، والفسخ بالغيبة، والفسخ بالضرر، والفسخ بالطلاق، والفسخ بالخلع، والفسخ بفوات شرط، فأنواع الفسوخات متعددة. نعم. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم، قوله هنا وينبغي أي ويستحب لمن طلق زوجته، أي غير التي وجبت لها المتعة، أن يمتعها بشيء، أي بأي مال يحصل به جبر خاطرها، لأن الرجل أخذ المرأة بكتاب الله عز وجل وبينهما عشرة، فلا يجوز فضح ما بينهم من كلام، ويجب أن إن تفرق أو يندب إذا تفرق أن يكون الفرقة بإحسان، فيبذل الزوج لها متعة، هذا على سبيل الندب. والدليل على كونه لسبيل الندب أن الله عز وجل أوجبه للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول، ثم بعد ذلك ذكر عموما فقال وللمطلقات متاع، فلما غاير بين العموم والخصوص نقول نثبت للخصوص حكم الوجوب، ويبقى للعموم الأصل وهو الندب، لأن الشارع في الأصل لم يوجب المتعة. وإذلك قال وللمطلقات، أي ولعموم المطلقات متاع بالمعروف، أي متعة تبذل لها عند الطلاق حقا على المتقين. وقوله جبر خاطرها، لا شك أن الرجل إذا طلق امرأته وبذل متعة بقي الذكر الحسن بينهما، كما نقلت لكم عن الحسن أنه لما بذل المتعة لزوجته لما طلقها جعلته في يدها تقلبه وقالت متاع قليل من حبيب مفارقي، مما يدل على أن الذكر الطيب حسن. وللأسف أن بعض من الناس إذا طلق زوجته لا يطلقها إلا بسوء الأخلاق، بعد سب وشتم أو ترافع لقاض، إن لم يكن فيه قطيعة رحم وسوء خلق بينهم وبين أوليائهم، مع أن الشرع يسعى لضد ذلك، إذ الأصل ائتلاف قلوب المسلمين عموما، كيف وقد أخذ بعضهم من بعض ميثاقا غليظا. نعم. باب عشرة النساء. بدأ المصنف بعد ذلك يتكلم عن عشرة النساء، وهذا الباب العلماء يتكلمون فيه عن الحقوق الواجبة للزوج على الزوجة والحقوق الواجبة للزوجة على زوجها، فالحقوق لكل واحد منهما على الآخر. والعشرة نوعان، عشرة يجب الوفاء بها، فإن أخل أحد الزوجين به سقط حقه على الآخر، وسأذكره بعد قليل، وما زاد عن ذلك هو مندوب إليه. ولذلك قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، فالأصل في المعاشرة بالمعروف هو الإحسان، فالأصل في العلاقة بين الزوجين الإحسان ولا منتهى للمعروف. قبل أن نبدأ بهذا الباب أريد أن أذكر لكم التفصيل الذي أوردته قبل قليل، وهو ما الذي يجب على كل واحد من الزوجين للآخر، وما زاد فإنه من باب العشرة المأمور بها أمرا مطلقا. الذي يجب للزوج على زوجته، الزوج يجب عليه أولا النفقة، فيجب عليه أن ينفق على زوجته. الأمر الثاني أنه يجب عليه المبيت، قالوا وأقل المبيت، وأنا أوجز لضيق الوقت، أقل المبيت أن يبيت يوما من كل أربعة أيام، يجب المبيت سواء كانت عنده ضرائر أو ليس عندها ضرائر. الأمر الثالث أنه طبعا وتوابع المبيت التي أوردها العلماء في محلها. الأمر الثالث وهو القسم، والقسم إنما يجب حيث كان عنده زوجات، ففرق بين المبيت وبين القسم، القسم إذا كان هناك زوجات، وأما المبيت فغيره.
إذن يجب للزوج على للزوجة على الزوج النفقة والمبيت والقسم حيث كان هناك زوجات. وأما المرأة من رابع قلته أنا أشرت قلت وهو من تبعات المبيت من تبعات المبيت. طيب الأمر الثاني وهو ما يجب للزوج على زوجته فإنه يجب حقان. الحق الأول التمكين إلا لمانع، والحق الثاني الاحتباس. وبناء عليه فإذا أخل الزوج بما وجب عليه جاز للمرأة أن تمتنع، وإذا امتنعت الزوجة من التمكين أو الاحتباس بأن خرجت فللزوج أن يمنع النفقة أو المبيت، فهما متقابل، هذه هي الواجبة. نعم. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. نعم. من المعاشرة بالمعروف أصل فيها العرف من جهة، فيختلف باختلاف أعراف الناس. والأمر الثاني المعروف بمعنى الإحسان، وعاشروهن بالمعروف. وقلت لكم إن أبا الدرداء رضي الله عنه يقول لا يكون المرء فقيها حتى يجعل للقرآن أوجها، فقوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف يشمل المعروف المشتق من العرف والمعروف المشتق من الإحسان، حينئذ نقول لا منتهى للعرف. ولذلك فإن أكمل الناس عشرة لزوجه وأحسنهم خلقا محمد صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت ألا تقرأ القرآن، كان خلقه القرآن، كان يرقع ثوبه ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. من الصحبة الجميلة. نعم. هذه عامة. وكف الأذى. كف الأذى لأنه أقل درجات الإيمان، فإن من أقل درجات الإيمان التي تجب لكل مسلم على أخيه كف الأذى. يشمل كف الأذى كف أذى اللسان، ويشمل كف الأذى كف أذى اليد بالبطش، وكف الأذى بشتى أنواعه. وألا يمطله بحقه. ألا يمطله بحقه ما ذكرت لكم قبل قليل. فحق الزوجة النفقة يحرم على الزوج مطلها إياه، حق الزوجة القسم والمبيت فيحرم مطل الزوج حقها إياه، وكذلك حق الزوج على زوجته وهو القسم وهو الاحتباس والاحتباس والتمكين يحرم على الزوجة مطلها إياه، وقد جاء الحديث الذي سيذكره المصنف بعد قليل. ويلزمها طاعته في الاستمتاع. نعم. هذا الطاعة في الاستمتاع هي التي سميناها التمكين. وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. نعم. هذا الذي يسميه العلماء بالاحتباس. والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. نعم. هذا من الأمور التي جرت بها العادة والعرف، وهذا مبني على العرف، وهو من المعاشرة بالمعروف والإحسان. وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. نعم. هذا الأمر الأول الذي يجب المرأة وهي النفقة، والنفقة تشمل نفقة الأكل والشرب ونفقة الكسوة ونفقة السكنى. وقوله بالمعروف أي مقدرة بالمعروف، كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، هذا حديث يوصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالوصية بالنساء خيرا. المرأة مأمورة بالطاعة للزوج، والزوج مأمور بالإحسان والاستيصاء بالخير بالمرأة، لأن الأصل أن الرجل يده هي العليا وهي الباذلة، فهو مطلوب منه الخير ومطلوب منه أن يبذل ما زاد عن ذلك. ولذا فإن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يفرك المؤمنة، مهما رأى منها من خلق يكرهه رضي منها آخر، ينظر إلى الكأس للجزء الممتلئ ويتناسى الجزء الفارغ. وليس سيد قومه بالغبي ولكن سيد قومه المتغابي. المرأة لما جاءت ذكرت زوجها وأثنت عليه تلك في قصة عائشة في الصحيح قالت زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، تقول إن زوجها إذا دخل تمدحه يكون كالفهد فيفعل فعله، والفهد يتغافل فيفعل فيظنه المرء نائم وليس بنائم، وكذلك الزوج إذا دخل بيته تغافل، إن رأى خطأ تناساه، إن رأى خطأ تغافل عنه، وإن رأى سوءا تناساه ولم يتذكر، وإذا خرج أسد فصار كالأسد فهو قوي خارج بيته متغافل في بيته. إذن المقصود أن الاستصاء بالنساء خيرا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه خيركم خيركم لأهله. نعم. قال وخيركم خيركم لأهله، أي خير الناس خيرهم لأهله، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي. ولا شك
أن أكمل الهدي في البيت وخارجه هو هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فإن المرء وخاصة طالب العلم يجب أن يجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيه في أمره كله وخاصة في بيته. قلت في خاصة في البيت لما؟ لأن البيت سر، قد يتصنع المرء في الخارج أمام الناس، وقد يعمل أمورا أمام الناس مختلفة، أما في بيتك فهنا يأتي السر. ولذلك نقل عن بعض أهل العلم أن أخاه كان يعظمه ويجله، فقيل لأخيه إنك تعظم أخاك تعظيما غريبا، والعادة أن المرء لا يعظم أخاه وإن كان عالما، إذ أزهد الناس في الرجل أهل بيته. قال لأني أرى منه في البيت أعظم مما ترون منه في العلانية. أنا أقول هذا لطالب العلم خاصة، يجب على طالب العلم أن يكون في بيته خيرا منه خارجه، أن يكون أطيب في بيته في السنن. افعل من السنن في بيتك في طاعة الله فيما يتعلق بالعبادة أكثر ما تفعله في الخارج، حتى في الزي في بيتك إن كنت لا تستطيع فعل بعض السنن خارج بيتك فافعلها في بيتك كالتشمير مثلا وغير ذلك من الأمور. كن في بيتك أيضا في خلقك، كن في بيتك في تعاملك مع أهلك. وقد سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه في البيت فقالت كان خلقه القرآن. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا يدلنا على أن امتناع المرأة من الفراش الذي يسميه العلماء الامتناع من التمكين حرام عليها، وأن فعلها هذا يسميه العلماء نشوز. فإذا نشزت المرأة بهذه الصفة جاز للرجل أمران: الأمر الأول أن يمنع عنها حقها من نفقة وقسم ومبيت ونحوه لأنها ناشزة، لأنها امتنعت من حقه. الأمر الثاني أن المرأة إذا نشزت جاز للرجل أن يعضلها لأجل أن تفتدي، فلا يجوز للرجل عضل امرأته والتضييق عليها لتفتدي إلا إذا نشزت بأن منعت حقه إما بمنع الاحتباس أو بمنع التمكين. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. نعم، العدل في القسم قلنا القسم إنما يكون بين الزوجات، وأما من لا زوجة له زوجات متعددة وإنما له زوجة واحدة فلا قسم، وإنما الواجب لها المبيت وتوابعه ومن توابعه الوطء. والنفقة. والنفقة فيجب النفقة لكل واحدة من الزوجات، والمراد بالعدل في النفقة بين الزوجات أي النفقة الواجبة، النفقة الواجبة يجب العدل في النفقة الواجبة. والكسوة. نعم، والكسوة هذا من باب عطف الخاص عن العام، لأن الكسوة جزء من النفقة. وما يقدر عليه من العدل. نعم، هذا من تمام العدل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قسمي فيما أملك فاغفر لي ما لا أملك. فالمرء قدر استطاعته يجب عليه العدل. ذكر العلماء في مسألة القسم أن عماد القسم الليل والنهار تبع له. انتبه لهذه المسألة مهمة، عماد القسم بين الزوجات الليل والنهار تبع له، بمعنى أنه يجوز للرجل في النهار أن يذهب في معاشه لكن يلزمه في الليل أن يبيت عند زوجه. وبناء على ذلك فلو أن رجلا جاء لامرأة أخرى في غير ليلتها فلا يكون قاسما. العلماء يقولون انظروا لهذا التقسيم، لما قالوا عماد القسم الليل والنهار تابع له، قالوا لو دخل، انظر، لو دخل بيت واحدة من الزوجات الأخرى في الليل بطل قسم من هو قسمها إلا دخول حاجة، يعني دخول مرور، واضح؟ إذا دخله في الليل. وأما في النهار فإنه إذا دخله كذلك ومكث فيه فوق الحاجة، مثل يدخل ليذاكر لأبنائه لينظر شيئا في البيت، فإنه يبطل قسم التي هو في ليلتها. بعض الناس يخطئ فتكون عنده زوجتان، يجعل القسم في الليل فيسمع كلام العلماء أن عماد القسم الليل، فيأتي في النهار فيجعل النهار كله لإحدى الزوجتين. نقول بطل القسمة، بطل القسم، فاليوم الذي دخلت على زوجتيك كليهما لا يعتبر قسما لا للأولى ولا للثانية، فيجب عليك أن تعيد قسم من وجبت ليلتها. إذن من كانت ليلتها يحرم عليه أن يدخل على الأخرى في الليل وكذا في النهار والمكتفي إلا لحاجة، والحاجة تقدر بقدرها وتكون في النهار أولى. واضح معنى عماد القسم الليل وفي النهار؟ طبعا إذا وطئ بطل القسم مباشرة، إذا وطئ الثانية التي ليست هي ليلته بطل قسم الأولى، فيجب عليه أن يعيد قسمها.
وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشق مائل. متفق عليه. خطير جدا، يدلنا على أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب، إذ القاعدة أن كل محرم رتب عليه عقوبة فيكون في الآخرة فإنه يكون كبيرا. وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. هذا الذي يسميه العلماء بقسم الابتداء، إذ القسم عندهم نوعان، قسم ابتداء وقسم استدامة. قسم الابتداء أي أول الزواج، فإذا تزوج الرجل امرأة ثانية أو ثالثة، يعني ليست الأولى، فإنه أول ما يعقد بها ويبني بها يجوز له أن يزيدها في القسم، فإن كانت بكرا أقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم للباقي، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم للباقي. هذا يسمى قسم الابتداء في أول عقد النكاح أو في أول البناء، وبعد ذلك يكون يدور على الجميع بعدها. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا البكر يجب كثر عندها سبعا والثيب ثلاثة أيام. نعم. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق نعم عليه. هذه مسألة متعلقة في القسم، إذا طرأ السفر لزوج عنده ضرائر فالعلماء يقول له حالتان: الحالة الأولى أن يقرع بين نسائه، فإذا أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة فإنه يأخذها معه في سفره كله ويرجع، فإذا رجع قسم للباقي ولا يلزمه أن يقسم للباقيات أو للثانية مدة السفر، لأنه إنما خرج بها بقرعة. الحالة الثانية أن يخرج بإحدى زوجتيه باختيار منه هو، فقال العلماء إذا اختار إحدى زوجتيه فسافر بها جاز، لكن إذا رجع وجب عليه أن يقسم للبواقي واحدة أو أكثر مدة سفره بتلك. سافر بإحدى زوجتيه أسبوعا باختيار من غير قرعة، فإذا رجع قالوا يقسم للبواقي مدة السفر ويلغي منه مدة الذهاب والإياب اللي هو الطريق، وغالبا ما يكون الطريق يومين مثلا أو يوم واحد، وما عدا ذلك يعني كان السفر خمسة سبعة أيام فيقسم للثانية خمسة. نعم. إذن السفر بإحدى الزوجتين له حالتان، إما أن يقرع وإما أن لا يقرع. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. نعم، يجوز للمرأة أن تسقط حقها كما فعلت سودة رضي الله عنها في لما كانت يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهبت يومها لعائشة، فيجوز المرأة أن تسقط حقها من القسم وهو قسم بين الزوجات، أو من النفقة أو من الكسوة وهو جزء منه بإذن الزوج أي إذا رضي جاز ذلك، لأن هذا حق لها، والإسقاط هنا إسقاط لما وجب لا على سبيل الإطلاق. وعندما نقول لما وجب قالوا لأن القسم، انتبه لهذه المسألة، لأن القسم والنفقة تتجزأ، وتجزؤها باعتبار كل يوم، فلو أن امرأة قالت لزوجها أسقطت عنك القسم والنفقة نقول صح، فإذا جاء بعد شهر قالت أريد النفقة نقول يجوز. قال رحمه الله: وقد وهب السودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، فهذا يدلنا على أن الزوجة يجوز لها أن تسقط يومها وأن تهبه من شاءت من نسائه البواقي، ولا يكون لازما تخصيص هذه المرأة بهذا القسم أي الثانية إلا بإذن الزوج، ويجوز لها أن تطلق الهبة فيضعه الزوج حيث شاء. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها. نعم، قول المصنف وإن خاف نشوز امرأته، المراد بالنشوز الأمران ذكرناهما قبل قليل، بأن تمتنع منه أو أنها تخرج من بيته وهو الاحتباس. قال وظهرت منها قرائن معصيته أي في هذين الأمر خصوصا، فإنه يكون تأديبها بأحد من أمور. وقبل ذكر هذه الأمور أريد أن نعلم أن هذه الأمور إنما تشرع عند النشوز لا عند مطلق الاختلاف،
لأن بعض الناس يظن أن هذه الأمور تفعل عند مطلق الخلاف، فإذا لم تصنع له غداء غضب وربما تجاوز فيما أذن به الشارع، وإنما محله عند أهل العلم عند النشوز، والنشوز محله في ترك واحد من الاثنين أو خوف النشوز، أي وجود علامات التي قد يكون فيه إسقاط واحد من هذه الاثنين. نعم. وعظها، قال وعظها أي ذكرها الله عز وجل، لأن المرأة المؤمنة إن خافت الله عز وجل وذكرت بآيات الله عز وجل انزجرت. أو وعظها بحالها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء بحالهن، فقد جاء أنه خطب النساء مرة وقال لما أراد أن يذكرهن قال تطول أيمة إحداكن فيرزقها الله عز وجل الزوج والولد، ثم إذا رأت منه سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط فذلك كفران المنعمين. فهنا وعظها النبي صلى الله عليه وسلم بالله، ووعظها كذلك بحالها أنه قد طالت أيمتها وقد أنعم الله عز وجل عليها بزوج يكون سببا في الولد منه. فإن أصرت هجرها في المضجع. نعم، قال فإن أصرت على مقدمات النشوز أو علاماته أو وجوده إن كان موجودا هجرها في المضجع. والهجران إنما يكون في المضجع لا في الكلام، لأنه لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، وبعض الناس قد يهجر فوق الثلاث حرام حتى وإن وجد موجبه في النشوز، إنما يكون موجب الهجران بالكلام فوق ثلاث معصية الله عز وجل. وقوله في المضجع يحتمل أمرين، الأمر الأول الذي هو الدار، والثاني موضع المبيت، وفقهاؤنا خصوه بالثاني فقالوا لأن الهجران لا يسقط المبيت بل يبقى في البيت وإنما ينام في ناحية عنه. فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. نعم، قال فإن لم ترتدع بالهجر وبالوعظ ضربها ضربا غير مبرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب أحدكم زوجته كضرب العبد، فالمبرح لا يجوز، بل نهي عن الضرب فوق عشرة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الضرب إنما غرضه التأديب، لأن الرجل إذا كان لا يضرب ثم ولو دفع زوجه أو ولده دفعا يسيرا انزجر. تراه في أبنائك ربما تدفع ابنك دفعا يسيرا وليس ضربا قويا فيتهيب ذلك ويستغربه. إذن المقصود ليس التأليم وإنما المقصود الفعل. ومع ذلك فإن أكرم الناس محمد صلى الله عليه وسلم قال أنس لم يضرب بيده خادما ولا زوجا قط. ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. ويمنع من ذلك أي يمنع من هذه الأمور الثلاث إن كان الرجل هو الذي منعها حقها، سواء من النفقة أو من المبيت أو من القسم ونحو ذلك من توابعه. ولذلك فإن المرأة إذا منعها زوجها حقها لها الحق النشوز بأن تنشز عنه وتمتنع من ما وجب له. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور، والجمع والتفريق يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما والله أعلم. قال وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور أي الأحوال، ويعرفان الجمع والتفريق بين الزوجين، فيجمعان بينهما إن رأيا بين الزوجين هذا الجمع وأن يبقى النكاح بعوض أو غيره، بعوض أي بعوض يبذله الزوج أو بغيره من الشروط. وهذا يدلنا على ما مال له بعض أهل العلم أن الشرط اللاحق يكون كالشرط الموافق. قال أو يفرقان بمعنى أن الحكمين لهما التطليق بدون الرجوع للزوج. قال فما فعل جاز عليهما أي ما فعله الحكمان يجوز على الزوجين فيكون لازما عليهما. نقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.